دقائق. تفضل سي توفيق. طبعا شاهدنا شوط اول مغاير تماما على الشوط. شوف البدايه القويه لما نضيع خلينا في التقني المحض يعني لما نضيع، هل هو خطا مهني يعني فوت بروفيسيونيل؟ انا في بعض الاحيان نتساءل يعني كيفاش تضيع يعني حركه القدم. حكينا على حركه القدم اولا بالنسبه من المفروض في رايي الشخصي هي باليمنى لان راح يفاكومباني راح يرافق الكرة وعندما تلفقها تتحكم فيها أكثر ولكن هو باليسرى انتظر الكرة وراح يكون احتكاك بالأرجل تاعه والكرة وبالتالي التحكم في الكرة ما يكونش رغم أننا نعرف أن كريم عليبي ما عندوش إمكانيات كثيرة من الناحية الفنية. يلا هذه ترباح، هذه المحاولة على الجهة اليسرى وما حدث هنا. هذه لقطة الهدف اللي كان نتكلم عليها سيد حلال شيء. الهدف الأبيض. الهدف الأبيض ولم تتعدى كليا الخط. هذه اللقطة الثانية، يعني شاهدنا في 30 دقيقة حوالي 5 لقطات سانحة للتهديد بالنسبة. هذه المخالفة والركنية ولا. هذه اللقطة الثالثة. لأن الثانية تاع الخط. الكرة ضربت في سيد الحكم. يده. بمشاركة سيد الحكم وكانت قادرة تغالط الحارس بكل سهولة ولكن شوف أنا هل لمست اليد أم لا؟ نعم هذه لمست اليد بوكواسا ولكن يقولوا أنه الأربيت نوتر وكأنه قائم ذاك ضربة جزاء هنا لمست اللاعب ومثل يقول هذه اللقطة الثالثة وهنا كان بارع ناتش في إنقاذ المرمى تاعه. أعتقد هذه اللقطة الرابعة اللي كانت في لا مش هذه لان كانت الثالثه في 30 دقيقه كانت 5 فرص سانحه للتهديف بالنسبه لتجنات مراجعه شفناها ثالثه هاي الرابعه هذه اللقطه الرابعه وكانت يعني هذا ناتج لكن تسديده مليحه هذا العدد المعتبر من الفرص السانحه للتهديف كان فيه نشاط بالنسبه للديربي ولكن ما كانش فيه نشاط يعني ولكن النشاط نور الدين كان السبب تاعه هو رجوع فريق الثوره وقعد في المنطقه تاعه ماذا يعني لماذا في 30 دقيقه هاي دقيقه 30 لان بدا المقابله شوف. بدا المقابله بهذه الطريقه شاهدنا فريق مرتبك فريق مضيع ثقه في نفسه رغم انه في عدد مكثف في الدفاع ولكن رغم العدد المعتبر من اللاعبين في الدفاع ولكن كانت عده ثغرات استغلوها دفاع تجنات سنواصل بعد ان نتصل ونعود الى ملعب لهو اسماعيل يتواجد زميل